Thank you.
صباح الخير عسلامة، مساء الخير اللي عنده مساء. معكم معاذ واليعقوبي في السيمي فاينال الاول لدريم هاك مالمو ما بين نافي والانديا. اعتذر على التاخير بعض التشكيليات التقنيه اللي منعتني اني انضم لها المباراه حتى عند انطلاقها، لكن الحصل حظ ما كنت متابعته انطلاقا من ستريم تاعنا عرب اي سبورتس تستعملوا فيه باش تتابعوا هالمباراه 3-3. اذا في دوست 2 ما بين نافي وانفياس، انطلاق سيء للفريق الاوكراني اللي بكل ثقة في النفس يعني دوستو مباراة ماب يعني اللي متمكن منها قال حلول الكافية واللازمة والناجعة باش يرجع للنتيجة ويعدل أمام الفريق الفرنسي أنفياس، فريق كبير اللي لسوء حظه قاعد يمر بنكسة نسبية ما تركتوش يوصل مراحل نهائية لدوري. يعني آخر مرة وصل فيها الأنفياس للسيمي فاينل على الأقل كانت لها سنوات، والسيزن ينطلق في الراوند الحالي ويتخلص من أنفياس بالأوب اللي كان على يديه، يعني لاحظوا السلفيجينج من عند هابي اللي يتلقى الأوب متاع التيميت متاعه غوارديان انطلاقا من الشوت يتخلص من دافل، ولاحظوا الخوف لانه والتردد من هابي اللي ينتظر في حركة أخرى من عند غوارديان اللي يتخلص من أباكس دبل حاليا للأعجوبة الأوكراني اللي فسخ ثلاث لاعبين. وشكرا لسيزد في هذا الحال اللي كان يوفر في التغطية على مستوى الميدل قام روتيشن للبي تخلص من كانياس اللي هو ممكن أكثر لاعب مخيف بالأوب، خروج من عند أن بي كي، هابي وأن بي كي تخلصوا من أدو ضد زيوز، ريفانج من عند فلايمي، واللاعب الأخير يتبقى هابي حاليا باب فلاش حاول أنه يأمل نفسه المرور من الزرب الأوب، حاول يمر في اتجاه التانل جهة الحال الفوتستابس متاعه يتسمعوا روتيشن تامة من عند لاعبين نافي ما لاحظوا انتظار من عند سيزد، سموك جيد يوفر التغطية مبدئيا للهابي اللي يلقى الهيد شوت على منافسه فلايمي، وريفانج من سيزد من الراوند الرابع لصالح النافي 4-3 إلى حد الآن. ويعني انطلاق جيد هابي اللي قام بدور كبير في الراوند الفارق، لكن الحصل حظ الانفياس غوارديان وسيزد ليسوا باللاعبين اللي يتركوا فرصة لمنافسيهم باش يبقوا على قيد الحياة ويضروا بفريقهم، وهذا بطبيعة الحال الموت نتاع نافي اللي قاعد يلقى في نجاعة كبيرة بكل صراحة في المباراة هذه على ما أظن. باقي المباراة مازال كيف انطلقت، مازلنا في المراحل الأولى وهابي يجاوبنا بيك أب على أدوارد بالبي 250 اللي على يديه، المرحلة جرينيد مع زيوس كانت كافية باش يلقاو ريفانج على منافسهم، مداخلة سريعة للغاية كما لاحظوا أباكس يلقى الهاد شوت على فلايمي، الأوبن عند سيزد موجود والتغطية غير موجودة المرحلة من عند باقي لاعبين نافي، الأوب نتاع سيزد يسقط بين أيدي كانياس وغوارديان وزيوس مطالبين بالريتيك من ثلاثة من منافسيهم. هي صعبة للغاية باش تكلف الكثير لفريق النافي حاليا يحاول يبحث على تمركز منافسيه، غوارديان مازال في الانتظار يستنى في التايمينغ الجيد والممتاز اللي باش يمكن المرور، وان بي كي خرق للعادة التايمينغ بتاعه غوارديان كان تسرع، وزيوس بعد البيك اب على كانياس خلص منه دافل، مستحيل الريتيك في ظل الحركة اللي قام بها فريق النافي، عودة إلى التعادل. أربعة أربعة أيضا وإيكو راوند للنافي، مثل ما لاحظوا زيوس هو الوحيد اللي يلاقي كافلر وهامت من وراء سي زي أوتو، عندنا ثلاثة ديجولز على الفريق الأوكراني الأنفياس في طور الانتظار. يعني دوست تو باش نجاوب على سؤال اللي تم طرحه على مستوى الشات، أكثر ما بيك من عند نافي يا أو سيزد ممتاز يلقى الهاد شوت على أباكس اللي متوخاش الحذر نتاعو، لم يتوخى الحذر الكافي يتمكن من استئصال منافسه من الموقع اللي كان فيه. يعني احسن ماب النافي على ما اتذكر البارح ريت صوره فيها درجات مئويه، ويعني ستاتستكس نافي تخير ترين على اغلب المابس، كوبلستون كانت الثانيه، اوفر باس الثالثه، انفيرنو كانت الخامسه على ما اظن، ونسيت الباقي ما بين توس 2. كاش دائما في طور البال، دائما ممنوع اللعب في كاش مع النافي.
ما لاحظوا المحاولة بتاع التدخل عند كانياس. اوف، فليمي خارق للعادة، يتخلص من كانياس ويترك فريق انفياس في مأزق. سيزد يتدخل يتخلص من ديفل، سيزد في دبل يلقى البيك اب على ان بي كي، ما يبقى للاعب فقط اللي هو هابي على مستوى اللور تانل. ما واحد صعب انه يصدق اني كانت هذه ايكو من عند النافي، لكن النجاح بتاع الفريق الاوكراني شوفوا وصلتهم. لاحظوا انه الانفياس مأزق كبير امام نظيرهم الاوكراني، انتظار من هابي على مستوى اللور تانل. لاحظوا محاولة متاع اصطياد من عند زيوس، حال الفوت ستبس من وراء، لا ما يعطيوش موقعه، وهابي يسقط ضحية لزيوس. 5-4 النافي، ممتازة الايكو من عند الفريق الاوكراني اللي كل صراحة يعني ما كانتش هناك العديد الاخطاء من فريق الانفياس، لكن النجاعة متاع فريق النافي بالديجلز اللي على ايديه، وان ديجل وان ديجل مع الاسلحة اللي كانت على ايديهم من بعد البيك ابس اللي قاموا بهم، يعني اعطتهم نجاح خارق للعاده. لاحظوا اوب وزوس اكيز وام 4، هذا يعني ضربه قاسيه مبدئيا على اقتصاد فريق الانفياس اللي حاليا يرجع في طور ايكو، يحاول ممكن انه يدخل على مستوى على ثلاثه مستويات، يحاول يدخل فريق النافي حاليا على فريق الانفياس حاليا ما بين البومب سايت بي على الابر تانلز، محاولة ممكن لعودة على اللور تانلز، ممكن محاولة لإيجاد الميد كنترول، السيطرة على الميدل مهمة للغاية في داست 2. جنيز الهوني ما يعطيوش مفعول كبير لفريق النافي، واو ممتاز فلايمي يلقى هاد شوت أول على ان بي كي، سيز موجود التغطية يتخلص من ابيكس، فلايمي في دبل يلقى الهاد شوت على كانياس وما يترك إلا هابي ودبل على قيد الحياة. خروج تاع فقدان امل من عند لاعب هابي وديفل بالسموك، يحاول يغطي على نفسه. تاك ناين في اي دي يحاول انه يمر في اتجاه البومب بلانت، لكن امامه جواردين بالاوب على اي دي، صعب للغايه للاعب ديفل القادم ال دي ال سي وايت انه يمر، يسقط في اتجاه السيتي يلقى الدامج على سيزد لكن لم يكن بالكافي. سيزد يربح دول و6 4 للنافي. عودة لمباراتنا على نتيجة ممكن ليست بالمحرجة ولا بالصعبة لأي فريق، كان 6-4 نتيجة جيدة بالعكس، ناو متوازنة وسبراي من عند زيوس وفي ادوارد. ادوارد كان هو اللي يتخلص من لاعب دافل، لكن غياب التغطية الهوني كان تضرت بيه وأطاحت بيه. ممتاز اللاعب كانياس بالأوبن تاعو يلقى الريفانج على زيوس. العملية مازالت متواصلة على مستوى الشوت، جوادين في الانتظار بالاوبن تاعو، فلاش خارق للعادة، فلاش ثاني من عند جوادين يحاول انه يدخل في اللحظات القليلة هذه. فليمي في التغطية تخلص من ان بي كي، محاولة للمرور انسنجيري في اتجاه لاعبي الان بي اس اللي يتحصروا. ممتاز السموك الهوني يتخلص من مفعول الانسنجيري، فليمي يحاول انه يبيكي مع جوادين بالاوب، ممتاز هابي يلقى هات شوت بلا عنوان على اللاعب جوادين. فليمي لا محالة كان تخلص من هابي وما يتركوا لا كانياس على قيد الحياة اللي تحصر. كانياس اللي كان خارق للعاده ومثالي في مباراه البارح، بطبيعه الحال ما يلقاش ممكن الارتكاز اللي كان يبحث عليه في المباراه هذه. لو حالة 10 كيلز 10 كيلات توب فراجر، النجاح نتاعو لم تكن في موعد كانياس المباراه هذه ولا للانفياس، يعني بطبيعه الحال ما هو الا الفيرست هاف، ننتظر ممكن في اعجوبات اخرى من لاعبي الانفياس بحكم انه ما زالت العديد من الراوندز اللي توصلنا على نهايه المباراه، 3 راوندز على مستوى الفيرست هاف وكذلك 15 راوند اخر ممكن في السكند هاف، يعني 15 توتال. وعندنا لهنا سبرايمن فليمي لقى نفسه دبل، محاوله بتاع تدخل سيزد في التغطيه ريلودينج، سيزد يلقى تاك ناين نتاعو هاد شوت على كانياس، يعني بترك الا هابي في مناسبه اخرى على قيد الحياه. وداستو ماب بيك نتاع نافي جات الحال يعطي الادفانتج على مستوى السيتي سايد للفريق الاوكراني، لكن معروفين كذلك النافي بالتي سايد نتاعهم الاجريسيف للغايه. وادوارد لقى الهاند شوت على هابي، 8-4 نافي في فيرست هاف ذهبي مقارنه بالانفياس. الفريق الاوكراني اذا صراحه يعني لاقي الفيرست هاف نتاعو امام انفياس الفريق الفرنسي اللي ضايع
نسبيا ماهوش لاقي الحلول كيف يعني باش تمكنوا من المرور على الخطوط من وراء الخطوط الدفاعيه للنافي، يعني فقدان للنجاعه، فقدان الفرص الانتصار على مستوى الدولز. وكما لاحظوا يعني حتى على مستوى سكوبورد، يعني 10 9 7 كيلات 5 3، فما نقص نتاع نجاح كبير. وكذلك افتقاد استعمال اليوتيليتيز من عند لاعبي الاندرياس، يعني كنت ننتظر اكثر سموكس وفلاشز عند محاولات المرور، ممكن يوتيليتيز اللي كانوا يمكنوا انفياس تخلص من سكوب جوارديان على الاقل بضع ثواني، ممكن اجت الادفانتج على اللاعب النافي اللي صراحة يعني خطير للغاية. عندنا سبريبي اللي عملنا نانت ابيكس اللي في اخر المطاف كان خلص من ادوت جوادين موجود الاو بيلقى ريفانج على النظير نتاعه، ومازال فريق الانفياس ممكن يحاول يمر لا هذا الى خلف على ما اظن في اتجاه البوم الميدل، ممكن في اتجاه الشورت. وعندنا لاعب كانياس حاليا يختبئ على مستوى البيت يبحث في الحال على انجل يمكنه من رؤية المنافسين نتاعه على مستوى البوم بلانت. فلاش مبدئي من عند زيوس في محاولة لإهدار الوقت، فليمي متمركز كيف ما يلزم على مستوى الشوت ويتخلص من هابي. زيوس وجوارديان موجودين وما يتركوا إلا ان بي كي على قيد الحياة اللي يسقط تحت المفعول الاوبن تاع جوارديان. 9 4 إلى حد الآن ممكن نتاج النتيج 11 4، خاصة وأنه الان بي اس حاليا في وضع مالي صعب للغاية، وبالطبيعة يعني مطالبين بالإيكا على ما أظن بغيت انهم على ممكن يوصلوا النتيجه الى 10 5، هي النتيجه لا باس بها في التي سايد على مستوى الداست 2. ينطلق الراوند اذا 9 4 كما كنا نحكي لصالح النافي. هابي وسكواد نتاعو في الانتظار على مستوى الميدل، ميدل كنترول مهم للغايه لفريق اللي يلعب في التي سايد على مستوى داس 2. وعندنا الان محاوله نتاع تدخل عن ميد تو بي، زيوس وسيزد موجودين لايقاف لاعبي الانفياس. هابي از اون فاير يتخلص من سيزد، لكن تيم ميت نتاعو ابيكس يسقط ويبقى وحده. في مناسبه اخرى هابي امام ثلاثه من منافسيه، اذا كان باش نعملوا ملخص للمباراه هذه الملخص يكون اسمه ان هابي فيرسز نافي وليس انفياس فيرسز نافي، حكما انه هابي دائما وابدا يبقى اخر لاعب على قيد الحياه من السكواد الفرنسيه. 10 4 واذا فول باي من عند لاعبي الانفياس، حالة ليس بالفول باي عن التاك 9 سي سي اوتو. هابي يلقى نفسه اكي يعني عن تو بيستولز على ايدي لاعبي الانفياس، يعني بطبيعه الحال فول باي من عند النافي دبل او. في مناسبه اخرى ثلاثه انفوس نفس الرسم التكتيكي الدفاعي الكلاسيكي للاعبي النافي، سيزد في البي جوادين في الاي، والسكوب نتاع سيزد يحدق بالتانل، محاوله ممكن نتاع التدخل حاليا من عند لاعبي الانفياس. ممتاز سيزد يتخلص من ان بي كي، سقوط اكي الهوني من ايدي لاعبي الانفياس اللي حاولوا يدخلوا في اللحظات القليله هذه الحاليه. سموك هنا يخلص سيزد بطبيعه الحال من انسانديري، فليمي متواجد يتخلص من يتخلص من ابيكس، يتخلص من كانياس، ما يبقى الا هابي في ناس باخر على قيد الحياه. الفلاش ما يمنعش هابي من انه يدخل ويتخلص من فليمي، رقم تاع 2 ضد 1، هابي مطالب بالكلاتش. 68 هيد بوينت من مولوتوف، ممتاز الهيد شوت، يسقط زيوس يحاول انه يتريدي مع ادود، لكن الراوند الحادي عشر يذهب لصالح نافي 11 4 الى حد الان لصالح النايتس فينسيري.
انطلاق السكند هاف 11-4 اذا انفياس على مستوى السيتي سايد ينطلقوا بانتروبيك على اللاعب سيزد على ايدي كانياس. الريفانج المحاله كانت موجوده عودة الى وضع 4-4 حاليا ما بين نافي والانفياس. لاحظوا فما اللاعب ابيكس حاليا في الانتظار يتلقى الشوط سيئا للغايه 8 هيد بوينتس جوالدين يتخلص منه 1 في 1 وعن بعد بجلوك وبطبيعة الحال يفتح البومب سايت اي للفريق نتاعو محال المرور حاليا انتظار على مستوى الشوط من عند اللاعب هابي اللي تمكن من ايجاد هاتش طالع فلايمي كذلك ان بي كي كانت خلص من زيوس في وضع نتاع 2-3 ان بي كي هيد بوينت فقط يو اس بي من عند هابي حاليا يلقى الكثير من الدمج على اللاعب جوادي ما يبقى الا ادول بتاك 9 على اي دي 41 هيد بوينت يتخلص من اللاعب مبدئيا ريلودينج زاد يحاول انه ينتظر ما نجمش يتخلص اذا من ان بي كي ما تبقى له الا هيد بوينت فقط 17 بولت 15 اوه ممتاز الشوط من ادولد يعرف انه مازال فما احد من منافسيه متواجد ممكن على مستوى الرامب هابي ممكن يعطي القليل من الفوت ستابس يتمكن ادولد من التعرف الى ذلك يقفز على البوكس يبحث على منافسه يتلقى الكثير من الدامج يحاول على الاقل انه يبلانتي سيفو محاوله لهنا من هابي انه يقفز ممتاز الشوط من عند اللاعب الفرنسي ليتخلص من ادولد ويامن الراوند الخامس لصالح الانفياس بيست راوند مهمه تعطي الادفانتج ممكن الفريق الفرنسي على النافي اللي حاليا ممكن انهم يلعبوا فورسد باي هذا ايماني تاك 9 ممكن ديجونز عند النافي بالضبط هذا هو هذه الفلسفه نتاع النافي تاك 9 ديجونز وباش يحاولوا انهم يقدموا ممكن على الشوط في مناسبه اخرى كذلك على اللونج ما نعرفش سيزد لا محاله يحاول انه يضغط على مستوى الميدل ما يتمكنش انه يلقى الدامج اللي بحث عليه ممكن انطلاقا من الدبل دوز وانتظار من النافي حاليا اهدار وقت لاعبي الانفياس واليوتيليتيز بطريقه استباقيه ممكن في محاولة المرور طريقة ناجعة وآمنة في اتجاه الميدل حاليا الميتسوبي هو الحل على ما أظن هذا التخميم نتاع لاعبي النافي ممتاز الهاتشوب عن جوادين اللي يتخلصوا من اللاعب أبيكس على مستوى الميدل لاعبي الأنفياس حاليا مازالوا متخوفين ما فماش حركة ما فماش روتيشن استباقية لما قاموا به النافي فلاش ممتاز محاولة المرور جوادين يتعمي ما يتمكنش من رؤية أي شيء وهنا عندنا محاولة تقدم قفز من الشوط في اتجاه سيتي سبون وهنا لاعبي النافي في مأزق نسبيا بيك اب لاند دبل خارق للعادة وعندنا الآن ان بي كي بس اس اس جي يتمكن من التخلص من زيوس اس اس جي الثاني من عند ان بي كي يخلصوا من فلايمي هاتش اب من هابي بطبيعة الحال حملة تنظيف من عند الفريق الفرنسي على لاعبين نافي ميتوبي ممكن كان يعطي نجاعة لكن غير بالسموك على ايدي نافي نحو من ذلك والانفياس بطبيعة الحال استغلوا الموقف وخذوا كل شيء لصالحهم 6-11-6 الى حد الان. انطلاق اذا الراوند الثامن عشر ثيرد راوند الوني على مستوى السكند هاف والسيزد ينطلق بهاد شوت على اللاعب كانياس على فلامي هو اللي كان يتلقى في الزيوس اعتذر هو كان يتلقى في الدامج هاد شوت لمحاله كانت اون بوينت لاعبي النافي يسقطوا واحد تلو الاخر على ايدي لاعبي الانفياس من دون اي اشكال في الايكو راوند يعني 11-7 الى حد الان نتيجه منطقيه 3-0 السكند هاف خاصة بعد لأنهم النافي خسروا البيست راوند ما إلا نتيجة منطقية الإيكو راوند ما عطات حتى مفعول للفريق الأوكراني كما لاحظوا حاليا فون باي من عند النافي وراوند هذا هو اللي باش يمكن من التعرف هل أنه الراوند هذا باش يعطي نجاعة أم لا للنافي أندياس لمحالة في المواقع الدفاعية نتاعهم الكلاسيكية اللي لاحظوا وجود أوب حاليا على أيدي كانياس اللي بصدد الانتظار على مستوى البومب سايت بي او بعد ممكن يكون فتاك على ايدي كانياس خاصة او شوت لهنا تميسي المعلومة توصل لاعبين نافي فشل من كانياس انه يلقى حتى لاك شوت او بادي شوت من وراء رأس يضيق وسيزد يغتنم الفرصة ويتخلص من ابيكس هذا اوب على مستوى البلاتو اللي بشذهب على ايدي جوارديان مداخلة ممتازة من زيوس لقى باك ستاب وتابع على هابي وان بي كي جوارديان في البحث على بقية منافسيه يعني دبل حاليا اللي يحاول يمر من تانلز يسبراي يلقى دمج مهول على منافسه سيزد ولكن هو كذلك يتبقى له الا 15 هيد بوينت انسنديري ممتاز ادولد بسبراي استباقي من وراء سموك يتمكن من التخلص من دبل و12 7 لصالح النافي انفياس يطالبوا بتاكتيكال باوز.
عودة إذا لمبارياتنا ما بين الان في اس والنافي بعد التكتيكال باوز اللي طلبها الفريق الفرنسي، يعني ما هي إلا حاجة عادية بعد الإشكاليات اللي قابلها فرانت الفارض، خاصة مع فشل كانياس في أنه بطبيعة الحال يلقى الانتري بيك على مستوى البومب سايت بي اللي أحدث فيها محاولة متاع تدخل متعصب من عند اللاعب دافل زيوس، مازال في طور الانتظار باك متعرف على منافس موقع منافسه أدوز يلقى الهاتشات يعني من دون أي إشكال. في موقع اخر ابيكس ما كان ايجاد الهاتش طلع فليمي وسيزد بكل صبر ينتظر مداخلة منافسه وبطبيعة الحال يلقى الريفانج ويسوي الفرق العددي لصالح نيتوس فينسيري. وانتظار اذا لحد الان عند الفريقين فما نوع من التخوف وانه حتى معلومة على تمركز بعضهم، ما لا حاجة عادية انهم الفريقين ياخذوا اكثر وقت في انهم يدخلوا على اي موقع كان سبراي من عند زيوس يمكنهم من ايجاد هات شوت. انتظار من كانياس اللي حاول انه يتحرك يدخل على مستوى التانل في وقت اللي الاوب من عند ان بي كي كان تخلص من ادوارد سيزد يتمكن من ايجاد الهات شوت على كانياس ولان فسح المجال على مستوى البوم سايد بي. في وقت اللي ان بي كي بالاوب على دي حاول انه يتخلص من زيوس شوت توتوكو 22 هيت بوينت حاليا لازم النافي يتخلصوا من الاوب الاخير اللي تبقى على ايدي لاعب الانفياس على ما اظن. كوالدي انما حال على طول الانتظار قاعد يستنى في مداخلة من عند ان بي كي ممكن على مستوى السيتي سبون. ان بي كي يحاول يمر يتمكن من التخلص من كوالدي وانا في الحال ذهب ضحية على ايدي اللاعب الفرنسي فشلوني من عند ان بي كي وتزوس في انهم يتوصلوا لاي شيء على مستوى الدول اللي صار حاليا. سيزل لما حال يحاول انه يبيغت منافسه انطلاقا من ظهره زيوسي سكوبي سيزل يتقدم بالاعكي اللي على ايديه حاول انه يبيكي لحد الان ما يتمكنش من ذلك مولوتوف تبعث في اتجاه المنافس نتاعو خيرا ان بيكي يسقط وراوند 13 في صالح نافي. بطريقة عامة واضحة يعني نافي حاليا متمكنين من السيطرة على الوضع والتي سايد اللي قاعدين يقدموا فيه لينا أنجع بالمرة من السيتي سايد اللي كانوا مقدمينه لما حالة ما كانش سيء بالمرة. وبطبيعة الحال ماني لست بصدد التحدث عن الراوند الحالي اللي كان مجزرة في حق لاعبي الانفياس والتعدي عليهم، لكن نحكي أكثر على الراوند زي من قبل الانفياس تمكنوا في إيجاد أسلحة فيهم. يعني مداخلات النافي ذكية للغاية، يعني حاول الفريق الأوكراني أنه يرصف نفسه على عديد المداخل. نجاة لاعب زيوس أعتذر نجاة لاعب سيزد مبدئيا على مستوى البومب سايد بي كانت مكنته في أكثر من مرحلة أنه يفتح المجال للفريق متاعه. مداخلات اللاعب فلايمي كذلك مكنت انتروبيكس كثيرين للغاية الفريق النافي، والأوبن عند جواردين كان هو الحل في اللونج رانج ميد رانج كومبات. ونلاحظ مداخلة من عند سيزد في مناسبة أخرى على البومب سايد بي مكنته من إيجاد هيد شوت المرة هذه على اللاعب أبيكس جرينيد من وراها مولوتوف بطبيعة الحال عند سيزد بغية ممكن خلق الضغط على لاعبي الانفياس على مستوى البومب سايد بي يتم القذف بها ولاعبين نافي يقوموا بروتيشن ويتجهوا بطريقة آلية في اتجاه البومب سايد اي جوالدين يسقط الاسد جي من انت ان بي كي. كما نلاحظوا النافي يسيطر نسبيا على البومب سايت اي ما يبقى الا الدبل عن بعد بالانفو نتاعو يحاول يبقى على قيد الحياه يسقط على ايدي فلايمي في وضع متاع 3-2 كانياس وهابي عندهم فرص البقاء بامكانهم انهم يبقوا بامكانهم انهم ينتصروا وهات شوت من عند فلايمي ما تترك الا كانياس على قيد الحياه يلقى روحه تحت ضغط من اثنين من منافسيه كانياس يتمكن من ايجاد دبل لكن زيوس نعتذر سيزد كان بياخذه بالباك ستاب وتخلص منه انفياس في مأزق وبطبيعة الحال يعيشوا في الريسك انهم يعطيوا الراوند الاخير للنافي حاليا بسكراب باين على ايديهم 5-7 اس اس جي وفاماس نسيروا شنو باش تكون الحلول على ايدي الانفياس اما ان نمروا للماب ثانية او انه الانفياس يتمكنوا من تعديل النتيجة على الاقل ولعب الاوفر تايم او حاليا عند اللاعب جوارديان يتمكن من ايجاد دامج نسبيا على كانياس لكن التاج بالاس اس جي كان موجود في الموعد وتزيوس يتخلص بهاد شوت من ابيكس ماوس. لاعبي النيتيز فينسيري باش يحاولوا ممكن انهم يتقدموا على حساب اللاو تانل ممكن في محاوله لمؤاخذه الميدل لكن كما نلاحظوا الاستراتيجيه هذه باش تكون خاطئه نسبيا بحكم انه ديفل او هابي يعتذر في الانتظار على مستوى الدبل دوز
ما فماش، وليس هناك فيجوال عند لاعب نافي زيوس حاليا، حتى اذا كان حاول يتقدم بطبيعه الحال ممكن تتم مباغته على الرايت سايد. المحاولة بتاع التدخل من عند هابي سيزد كانت تخلص منه، يجري لنفسه دبل. لاعبين نافي يتقدموا بخطى سريعة ممكن في اتجاه البومب سايد بي، وهيد شوت جميلة من دبل ممكن تمكنه من سلاح، لكن 14 هيت بوينت يا أخي المطاف، يعني من السهل للغاية على لاعبين نافي أنهم يتخلصوا منه. كانياس يحاول يتقدم، فليمي في الانتظار، وبتاك 9 يلقى الهيد شوت على كانياس، ممتاز للغاية، وما يبقى إلا الدبل ب 14 هيت بوينت، وانتصار حبينا ولا كرهنا يذهب في صالح النافي بنتيجة 16-7 على مستوى داس 2. ماب أولى تذهب من دون أي إشكال للفريق الأوكراني، ونمر للماب الثانية. يعني بطبيعة الحال ناصر بشي مرات لي الفيتو، مازال ما عنديش الفيتو، أعتذر. بعد انتصار واضح وصريح لصالح النافي، الماب الثانية باش تكون انفيرنو، كانوا يقولون عليها خامس ماب للنافي. انفيرنو اللي كان في ماب بيك من عند اندياس على 3 مباريات في دريم هاك مالمو من جروب ستيجز للبلاي اوفز. وبطبيعة الحال 5 إلى 10 دقائق تفصلنا على انطلاق المباراة هذيا ما بداية النافي والانفياس في نقطة ثانية. ما ننساوش انه اذا كان النافي انتصروا باش يلقاو التيكت نتاعهم، وباش ينتصروا بالتيكت اللي باش يمررهم للفاينل ستيجز للفاينلز نتاع دريم هاك مالمو. في وقت اللي اذا كان الانفياس ينتصروا باش يمدوا الفرص نتاعهم في البقاء وفي التمكن من ايجاد تذكرة الوصول إلى فاينلز دريم هاك مالمو. ما باش تكون صعبة على الانفياس بحكم انه النافي يعرفوا يتصرفوا في على مستوى انفيرنو، لكن شنو اللي باش يصنع الفارق هو بطبيعة الحال لحمة كل من الفريقين، وكذلك المهارات الفردية لكل لاعب فيهم، الصبر وبرودة الدم وعدم السقوط، كيف باش نقولوا يعني not being affected بالطمع، يعني الجريد هو أكثر حاجة ممكن وصلت الفرق للداون فول نتاعهم. نخليكم إذا بضع دقائق، ما ننساوش أنو الجيف واي نتاع M4A1 سايلنسر هايبر بيست مازال قائم على البيج نتاعنا Arab Esports. ما تنساوش تقوموا بفولو على تويتر نتاعنا Arab Esports، كذلك باش تتابعوا حصريا كل الإي سبورتس المحترف على بلاكنا عربية على شانل عرب إي سبورتس. Of CSGO skins and you want to sell them? Are you tired of dealing with unreliable sites? You don't have to search for the perfect place anymore. Kenguin.net is the answer. Largest selection of CSGO products, case contents hand-picked for your satisfaction. Buy and sell skins on skins.kenguin.net. Check it! Check it now! We'll be right back.
threaten me now. Only difference is I care this time around. My heart beats fast when I think of the past. Remember two top cars in the back of your car. But nah, lately I'm living, not just surviving. I get put back into any bed I lie in. Speak for yourself, when you said we're all dying. I take my last breath, my spirit rides, I would rise. Set a mortal spear, and I was born with fear. I'm an immortalist in the form of a king. Is love worth giving? Is hate called sinning? Is life worth living? Of course it is. A mortal spear, and I was born with fear. I'm an immortalist in the form of a king. Is love worth giving? Is hate called sinning? Is life worth living? Of course it is. We the man, we know. They never thought we'd grow so tall. Tatters, the right to breathe can be easily hampered. I tempered with your heart for my own air. Supply your life beside the girl that don't care. And I'm gasping now, I can't breathe. She's passing now, I can't sleep. She's asking how I could leave. But I'm carving the path towards being free. You can't hit me for that, girl, I gotta do it. Since I'm up in attraction, it's put me nowhere. We sit different and different, never works. Contrary to the opinion, different always hurts. In your fault, and sure as hell in mine. Searching for storm ports, we run out of time. This old road's busted, that whole rope and I'm rusted. So I jump ship before I range it to rust. We the rising, we fall. They never thought we'd grow so tall. We're lucky, lucky now. Stepping over everyone on their grounds. We're blowing up, we're going big. Before they thought we made a home in a sinking ship. We rising, we fall. Whatever though, we grow so tall. I still love you, babe. Probably you as well. With your heartbeat, sticks and six, I blew your curtains. Hang on my wardrobe, you're still laying on my floor. Your makeup sits on my desk, your panties still hiding my drawer. Feel my body temperature drop, my heartbeat free. Stop, it's little watching the clock. I said, I feel my body temperature drop, my heartbeat free. Stop, all love resides inside the ice of the rocks. We're lucky.
تكتيكي وحتى يعني معنوي لفريق النافيري باش يتمكن من انه يربح اكثر راوندز ممكنه من انطلاق المباراه. انفيرنو ما نساوش اني سيتي سايدد ماب للغايه. انفياس صح انهم عندهم اكثر تجربه مع انفيرنو وانهم نافي مقارنة بانفياس يحاولوا يجتنبوا انفيرنو نسبيا، يعني اغلب الاحيان يلعبوا انفيرنو كانت يا اما امام اللومينوزيتي جيمنج او فناتيك، ولم يكن بخيار نافي